ماريا الفلاحي جعل مجموعة من المستثمرين والمقدر عددهم 199 مستثمر أن ينشئون جمعية الأنصار للمستثمرين الفلاحين بولاية ورقلة الذين يعولون على الاستثمار في مساحة تقدر ب10,000 هكتار، عازمين على تحقيق الاكتفاء الذاتي والابتعاد عن الاعتماد على الاقتصاد الريعي. موسى بن ساسي رصد التالي. أن المشروع استثماري فلاحي يعتبر أضخم مشروع في الوقت الحالي بالنسبة للتنمية الفلاحية في الجزائر، بمساحة تقدر ب10,000 هكتار وب199 مستثمر فلاحي، وهذا فيما يخص التنمية الفلاحية في الجزائر. ربي إن شاء الله راهي كما توعدنا درك منا الماء، إن شاء الله تكون كلش في الميدان، ماهيش هضرة نتاع وثائق ولا نتاع كلش في الميدان، والتراي اللي تبين ان شاء الله. ان شاء الله يكون في ولايه ورقلة، ان شاء الله يكون فاتحه خير على ولايه ورقلة، وان شاء الله يكون ان شاء الله يكون هذا اكبر مشروع ان شاء الله في ولايه ورقلة، كيما البترول كيما جاتني هذه الفكره من زميل ليا، عطاني هذه الفكره على جمعيه الانصار. ومن ضمن هاد المستثمرين هناك جمعيه الانصار، يعني هادو جمعيه يعني مستثمرين يعني يفوق 199 مستثمر، يعني داروا يعني جمعيه واحده، هادو يعني يسهلون يعني في العمل تاعنا.